منذ عام 1994 سوق المعاشي هذا أو ما يسمى بسوق الأرامل بحي الجزائر جانب الموصل الأيسر تعتاش عليه مئات العوائل ما جعله من الأسواق المميزة في المدينة. فوجئ الباعة فيه بتبليغهم بأمر إخلاء المكان كون السوق أراض سكنية تم توزيعها لجهات لم يذكروا اسمها. سوق المعاشي بحي الجزائر وهذا مؤسس من 94، هذا كافي، هذه خلي الناس تعيش، خلي الناس تاكل لقمه عيش مالتها. انتم حاقين هاي الفقراء، الناس الفقاري ما عندهم وقود يومي بس هذا 5000 دينار 7000 دينار. فقير قاعد جاراني قاعد بهل بهل متى ما يقول تعال زينار طول روحاني هسه تقريبا خلاص 100 عربانه هنا 100 محل هنا، يعني لمتى احنا نعاني والله تعبنا. قائم مقام الموصل زهير الأعرجي أوضح بأن قانون الأراضي والاستملاك أخذ جانب اللصوصية في الموصل لجهات معينة لم يسميها، مبينا بأن هنالك أعمالا تخالف القانون في بعض الحالات، حيث أن هذه الجهات استطاعت الحصول على أراض مميزة في عدة أماكن من المدينة. يعني من المؤسف جدا أيضا نقولها حقيقة وبكل مرارة، قانون الأراضي والاستملاك في مدينة الموصل أخذت جانب الخصوصية لجهات معينة، للأسف هناك بعض العمل الذي يخالف القانون في بعض الحالات هي توزيع الأراضي المميزة، ولكن أنا أقول أنها أرض مميزة كان بالإمكان على بلدية الموصل بدلا أن تفرض سكنية وتوزع لتلك الجهة المتنفذة أو الجهة المسيطرة أو أصحاب العلاقات كان مفروض أن تباع بالمزاد الأعلن لكل قطعة تصل مبالغها إلى دعم واردات البلدية لخدمة هذه المدينة المنكوبة. ما بعد تحرير المدينة من قبضة عصابات داعش استبشر أهالي المحافظة أجمع بتغيير واقعهم نحو الأفضل، ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي سفنهم. لا راحة لهذه المدينة ولا لأهلها، فكل الحكومات تتشابه بالأفعال والأقوال، وكأن أفعالهم وأقوالهم مقصودة لتبقى الأوضاع مزرية حسب الأهالي. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.